الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. استقبل ميناء بنغازي البحري سفينة نقل الحاويات إسفي التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا، والتي كانت على متنها 203 حاويات بضائع وسلع متنوعة. وقد استقبل الميناء سفينة نقل الإسمنت ليندستار التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن، وكان على متنها أكثر من 25 ألف طن من الإسمنت المكيس، بالإضافة إلى السفينة بورجي 2 التابعة للوكيل الملاحي شركة الكناري، وكان على متنها 470 ربطة من الخشب الصناعي. كشفت الشركة الليبية للموانئ عن السفن التجارية الواصلة لميناء طبرق بما فيها السفن في حوض الرسو أو التي يقترب وصولها. وأظهرت بيانات الميناء رسو السفينة فيكتوريا التابعة للوكيل الملاحي البحر المتوسط وعلى متنها 175 حاوية بضائع وسلع متنوعة، بالإضافة للسفينة ميمونة التابعة للوكيل الملاحي شركة الشيمة وعلى متنها 5000 طن من القمح السائب، فيما يتوقع الميناء وصول السفينة لورا التابعة للوكيل الملاحي الحركة كابوت وعلى متنها 7600 طن من الإسمنت السائب. نستعرض لكم الآن العملات، حيث استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بعدما شهدت انخفاضا ملموسا بعد البيان الأمريكي بشأن تفاهمات مبدئية لفتح النفط. وصعد الدولار أمام الدينار ب16 قرشا، وتم تداوله بستة دنانير وواحد وأربعين قرش. وشملت موجة الارتفاع أيضا سعر صرف اليورو الذي بلغت قيمته سبعة دنانير وسبعة وخمسين قرش. وأما برنت الخام القياسي فقد سجل 39.48 دولار للبرميل الواحد. هذا كل ما لدينا من أخبار اليوم، شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.